التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية. أهلا بكم. أهلا بكم. أهلا محمد، وهذه هي البداية بأبرز العناوين. البيت جيش الاحتلال يعلن قصف 300 هدف في لبنان خلال 24 ساعة، وحزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية بالجولان. البيت الأبيض يؤكد أن زيارة هوكستن للمنطقة تدفع باتجاه حل دبلوماسي ما بين إسرائيل ولبنان. والولايات المتحدة تحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها وحدة إسرائيلية ضد معتقلي غزة. والآن مع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان. من العاصمة بيروت وعند شهر أعلن جيش الاحتلال قصف ما يقرب من 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال 24 ساعة الماضية. وكان رئيس أركان جيش الاحتلال هريت سهليفي قال خلال تقييمه للأوضاع في الجبهة الشمالية، قال إن الأهداف شملت أنظمة البنوك التابعة لحزب الله التي تتلقى الأموال من إيران بحسب قوله. وزعم مهاجمة القيادة العليا لحزب الله في إطار ما وصفه بالرد المتكامل في مواجهة إيران. من جهة أخرى، أعلن حزب الله اللبناني استهدافه ثكنة يؤاف العسكرية لجيش الاحتلال ومعسكر كليع في الجولان السوري المحتل برشقة صاروخية كبيرة. وفي بيان له، أفاد الحزب بأنه استهدف أيضا ثكنة يفتاح العسكرية بسرب من المسيرات الانقضاضية، مشيرا إلى أنه حقق إصابات مباشرة. كما أضاف البيان أن حزب الله اللبناني قصف مستعمرة كاباري وقصف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط بلدية عيت الشعب جنوبي لبنان برشقة صاروخية. جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي من غاراته الجوية على مناطق متفرقة بجنوب وشرق لبنان. وأعلنت الصحة اللبنانية استشهاد 14 مدنيا بينهم أطفال وإصابة 17 آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة الخرايب وقرية البابلية بالجنوب وبعلبك شرقي لبنان. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من حصابية في جنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية.
أحمد، ما هي آخر التطورات ميدانيا الآن بعد التكثيف من الغارات الإسرائيلية؟ نعم، بالفعل كانت هناك كثافة في الغارات الإسرائيلية على مدار الساعات الماضية في مختلف المناطق في الجنوب اللبناني، يقابلها كثافة نارية غير مسبوقة من قبل حزب الله تجاه المواقع وتجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المناطق. حزب الله نفذ حتى الآن 30 عملية من الجنوب اللبناني تجاه المواقع والأهداف العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة أيضا إلى التصدي لمحاولات التقدم البري في مختلف المناطق في الجنوب اللبناني. ربما كانت التطورات الأبرز اليوم قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال رتل من الدبابات في بلدة عيت الشعب ومحاولة الالتفاف على البلدة من الأطراف بدلا من دخول البلدة من الجهة المتخمة للحدود بشكل مباشر. كانت هناك محاولة للالتفاف على هذه البلدة من ناحية بلدة دبل، وكانت هناك ربما عمليات واشتباكات ضارية في هذه المنطقة في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني على مدار الساعات الماضية، وأسفر ذلك عن فشل جيش الاحتلال في الالتفاف على هذه البلدة أو الدخول إلى مناطق جديدة، واستعاض جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ذلك بهدم مزيد من البيوت وتفخيخ وتفجير بعض المناطق في عيت الشعب وفي رمية في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. أيضا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني كانت هناك محاولات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للتوغل برا في عدة مناطق من بينها رب ثلاثين ومركبة والعديسة، و أيضا كانت هناك تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي تم استهدافها، ولذلك كانت هناك عمليات كثيفة من قبل حزب الله تجاه تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على الأراضي اللبنانية وتحديدا في بلدة عيت الشعب. كانت هناك عمليات تجاه تجمعات لجنود جيش الاحتلال في عيت الشعب، كانت هناك أيضا عملية تجاه تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مارون الراس اللبنانية، بالإضافة إلى 5 عمليات نفذها حزب الله منذ صباح اليوم وحتى الآن تجاه عمل قوات أو تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مركبة في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، وذلك بالإضافة إلى سلسلة من العمليات التي استهدفت عدة مواقع ومستعمرات عسكرية إسرائيلية استخدمت فيها مئات الصواريخ ما بين مناطق في الجولان السوري المحتل مثل كيلع ويؤاف في الجولان السوري المحتل، أو مستعمرات يتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي كمقر لإدارة العملية البرية مثل شميرة و أيضا في زرعيت وعدد من المستعمرات على طول الحدود الجنوبية اللبنانية، كما وصلت صواريخ الحزب إلى عمق كبير في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى حيفا ومحيطها على مدار الساعات الماضية. كانت هناك أيضا أنشطة ملحوظة لسلاح الدفاع الجوي في حزب الله، حيث تم الإعلان عن إسقاط مسيرة من طراز هرمز 900 أثناء تحليقها في الأجواء اللبنانية، كما أطلقت الدفاعات الجوية صواريخ أرض جو باتجاه طائرات حربية إسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني، مما أجبر هذه الطائرات على العودة مرة أخرى. في المقابل واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على المناطق المختلفة في الجنوب اللبناني سواء في قضاء النبطية وقضاء صور، أيضا القضاء سواء قضاء النبطية أو قضاء صور شهد اليوم سلسلة من العمليات العنيفة التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء في مختلف المناطق من بينها كفر حتى وكفر جوز و عدد من المناطق الأخرى في مختلف البلدات. أيضا قضاء بنت جبيل كان عرضة لسلسلة من الغارات الجوية، بلدة الخيام لوحدها في قضاء مرج عيون تعرضت إلى 5 غارات جوية إسرائيلية متتالية، فضلا عن القصف المدفعي الذي طال هذه البلدة، كما طال أيضا بلدات كفر كلا والعديسة وعدد من البلدات الأخرى في الجنوب اللبناني. وبالتالي تبادل إطلاق النار أو تبادل العمليات الكبرى لا يزال مستمرا على طول الجبهة الجنوبية اللبنانية، بل توسعت العمليات على مدار الساعات القليلة الماضية، فمثلما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على البلدات اللبنانية وسع أيضا حزب الله من العمليات التي ينفذها التي وصلت إلى 30 عملية حتى الساعة، ولا تزال العمليات مستمرة من الجنوب اللبناني باتجاه المواقع والأهداف العسكرية الإسرائيلية. أحمد، هل عادت المواجهات الميدانية على وقع تكثيف الغارات كما ذكرت تبدو بشكل موسع الآن؟
نعم بالفعل كانت هناك التحامات مباشرة، ولكن على مدار الأيام الماضية كانت هناك عدة طرق في هذه الالتحامات. هناك الالتحامات المباشرة والاشتباكات من المسافة صفر، وهذا حدث اليوم في بلدة عيت الشعب في القطاع الأوسط للجنوب اللبناني. هناك أيضا العمليات التي تنفذ من خلال إطلاق الأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التقدم في هذه البلدات الجنوبية اللبنانية. وتم تنفيذ اليوم 9 عمليات على الأقل تجاه تجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الجنوبية اللبنانية، سواء في بلدة عيت الشعب أو في مارون الراس أو في بلدة مركبة في الجنوب اللبناني، بالإضافة أيضا إلى استهدافات في بلدة العديسة. ولكن ما فعله جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعات الماضية أنه توسع في نسف الأحياء السكنية والمنازل في عدد من المناطق في الجنوب اللبناني، سواء في عيت الشعب في القطاع الأوسط في رب سلاسين، أيضا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني. كل هذه الأمور ربما قللت من المواجهات والاشتباكات المباشرة، ولكن كانت الاشتباكات دائرة عبر إطلاق القذائف المدفعية والصواريخ، فضلا عن تفخيخ عدد من الطرق واستدراج جيش الاحتلال لهذه المناطق، مما يوقع خسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي تراجعت وتيرة الاشتباكات والالتحامات المباشرة، ولكن زادت عمليات القصف المدفعي والقذائف الصاروخية على تجمعات جنود جيش الاحتلال المتواجدة على الأراضي اللبنانية. أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا على هذا التوضيح وعلى هذه التفاصيل، صحبتك السلامة. أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي أموس هاكوستين يتواجد في المنطقة في محاولة للدفع باتجاه حل دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان. وكان هاكوستين التقى في بيروت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي أكد أن الأولوية في هذا الإطار هي لوقف إطلاق النار في لبنان. كما دعا ميقاتي أيضا للتطبيق الشامل للقرار رقم 1701، باعتبار هذا القرار هو الركيزة الأساسية للاستقرار في المنطقة. قال المبعوث الرئاسي الأمريكي أموس هاكوستين إن الرئيس جو بايدن أكد ضرورة تنفيذ القرار الأممي رقم 1701 لتهدئة الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وخلال مؤتمر صحفي اليوم شدد هاكوستين على أن تطبيق القرار هو السبيل الوحيد لوقف التصعيد ولنزع فتيل الأزمة في المنطقة. ذكر الرئيس بايدن أن هدفنا الأساسي هو الوصول لاتفاق شامل من أجل ضمان توقيع وتحقيق القرار 1701 الصادر من مجلس الأمن للأمم المتحدة من أجل أن يعود بالنفع على الأجيال القادمة. القرار كان ناجحا في إنهاء الحرب في 2006، ولابد أن نكون أمينين. لم يفعل أي طرف أي شيء لتنفيذه. إن عدم تنفيذ هذا القرار على مدار السنوات الماضية منذ صدوره ساهم في هذا الصراع الذي نشهده اليوم. هذا لابد أن يتغير. كما أضاف المبعوث الرئاسي الأمريكي أن واشنطن تتعهد بدعم الاقتصاد اللبناني وبإعادة الإعمار فيه أيضا، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد تفعيل دور الجيش اللبناني كي يبسط من سيطرته على أنحاء الأراضي اللبنانية. ولكن في نهاية هذا الدمار الذي تواجهه لبنان سوف تكون هناك عملية إعادة إعمار، ولابد أن تكون هناك دعم اقتصادي كبير للدولة اللبنانية. المجتمع الدولي متعهد بفعل ذلك، والولايات المتحدة متعهدة بتحقيق هذا. سوف ندعم كل هذه الجهود لأننا نرغب في دعم القوات المسلحة اللبنانية من أجل تحقيق السلام في ما يتعلق بوقف هذا الصراع. سوف يحتاجون إلى مساعدة المجتمع الدولي، كذلك الجيش قادر على حماية لبنان. تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2006 القرار رقم 1701. هذا القرار الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان. كما تحاول فرنسا والولايات المتحدة طرح قرار جديد تحت اسم 1701 بلس، أي 1701 زائد. المزيد من التفاصيل حول بنود القرارين في سياق العرض التالي مع الزميل محمد عبيد. إليك محمد. شكرا جزيلا لك كريم. إذن هي محاولة أمريكية فرنسية لإيجاد حل لهذه الحرب الدائرة في لبنان بين حزب الله وإسرائيل.
عاد قرار 1701 مرة أخرى إلى الواجهة مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان. القرار الذي صدر عام 2006 بعد حرب تموز التي استمرت 34 يوما تحاول فرنسا وأمريكا طرح قرار جديد تحت اسم 1701 بلس. فما الذي تنتظره كلا الدولتين من القرار الجديد، خاصة وأن إسرائيل لم تلتزم ببنود القرار القديم؟ الوقف الفوري للأعمال القتالية والهجمات بين حزب الله وإسرائيل، ومن ثم نشر الحكومة اللبنانية واليونيفيل لقواتها في الجنوب اللبناني مع سحب إسرائيل جميع قواتها، واتخاذ الترتيبات الأمنية لمنع استئناف أي أعمال قتالية. هذا هو لب القرار رقم 1701. وبموجب هذا القرار تم إنشاء المنطقة المنزوعة السلاح في جنوب نهر الليطاني، وانسحبت إسرائيل خلف الخط الأزرق مع إعلان الالتزام من قبل الطرفين احترام الخط الفاصل وضرورة بسط الحكومة اللبنانية لسيادتها واستقلالها على جميع الأراضي اللبنانية حسب اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان في عام 1949. كما تضمن قرار مجلس الأمن 1701 تنظيم عمل قوات اليونيفيل، والتي منها رصد وقف الأعمال القتالية ومساعدة القوات اللبنانية في حماية الحدود، واتخاذ خطوات لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة والمسلحين بين الخط الفاصل بين إسرائيل ولبنان. ومع تجدد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان ظهر الحديث عن قرار جديد هو 1701 بلس. هذا القرار الذي تحاول كل من فرنسا والولايات المتحدة تطبيقه بزعم أنه يمنع وقوع أي حرب مستقبلية في لبنان، كما قال المبعوث الأممي للبنان. أما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يحاول أن يمرر في الطرح الجديد شروطا تسمح للقوات الإسرائيلية الجوية العمل بحرية في مجال لبنان الجوي، والسماح لجيش الاحتلال بالانخراط في عمليات داخل لبنان بحجة التأكد من عدم إعادة التسليح مرة أخرى. شروط يراها المجتمع الدولي والخبراء تعجيزية وغير قابلة للتنفيذ، وتخرق قوانين المجتمع الدولي وأعرافه. الجانب اللبناني أوضح أنه لم يتلقى أي مقترحات للقانون الجديد، إلا أن بعض الصحف أشارت إلى أن أهم بنود هذا المقترح هو سحب الأسلحة من أي جماعات داخل لبنان، بجانب رسم خارطة طريق سياسية لما بعد الحرب وإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن تنفيذ شروط سحب السلاح والذي كان مدرجا بالأساس في قرار 1701 بحسب خبراء لبنانيين سيكون أمرا مستحيلا، حيث أن حزب الله لا يبدو أنه سيقدم أي تنازلات خلال هذه المرحلة. لبنان الذي دعا غير ذات مرة لتطبيق القرار 1701 وصولا إلى أي تعديلات جديدة على قاعدة تنفيذ القرار في الأساس، يواجه تعنتا إسرائيليا ومراوغة ليست بالجديدة على حكومة الاحتلال. فما جدوى طرح قرار جديد إذ لم تكن إسرائيل قد التزمت بتنفيذ القرار السابق، بجانب سعيها لفرض شروط تخرق القرارات السابقة كقرار 1701 وقرار 1860 الذي ينص على احترام السيادة اللبنانية. إذن نعود مرة أخرى إلى ريهام لاستكمال بقية ملفات هذه النشرة. شكرا جزيلا محمد على هذه التفاصيل حول قرار 1701 الذي تسلط عليه الأضواء الآن. شكرا لك. بالتزامن مع الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو شروطا لوقف تلك الحرب. الشروط التي وصفها المراقبون بالتعجيزية أثارت تساؤلات حول مدى جدية حكومة نتنياهو في التعاطي مع الجهود الدولية للتوصل لوقف لإطلاق النار والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701. مماطلة ومراوغة وتسويف، شروط تعجيزية وطلبات غير قابلة للتنفيذ، أسلوب قديم جديد
حيلة أخرى وطريقة ملها الجميع لا تنفك إسرائيل عن استخدامها للتهرب من الضغوط الدولية المطالبة بوقف العدوان على لبنان. حكومة الحرب الإسرائيلي وبحسب وسائل إعلام أمريكية قدمت شروطا ومطالب لحليفتها واشنطن طلبت الموافقة عليها واشترطت تنفيذها لوقف الحرب الدائرة في لبنان. وكعادة دولة الاحتلال إملاء الشروط وإجبار الطرف الآخر على القبول، وإلا فالحرب والحصار والقصف والدمار طريقة مجربة وفعالة في وجهة النظر الإسرائيلية، والشواهد على ذلك واضحة جلية، والحرب في غزة أكبر دليل وأوضح برهان. فعلى مدار أكثر من عام اتبع رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ذلك الأسلوب، فأفشل كل جهود الوساطة من خلال المبالغة في وضع الشروط، وأحبط كل محاولات وقف إطلاق النار، وأهدر كل الفرص حتى للإفراج عن محتجزيه، لا لشيء إلا لفرض رؤيته وتحقيق مآربه التي لا تخدم إلا سياسته العدوانية وأهدافه التوسعية. وبعد التجربة في قطاع غزة يعاود نتنياهو الكرة في لبنان، فيضع العراقيل ويتجاوز كل محاولات التهدئة ويرفض تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 مطالبا بصيغة جديدة وواضعا شروطا تعجيزية أخرى يعلم هو أكثر من غيره استحالة الموافقة عليها. وهنا يثار التساؤل، لماذا إذن يقدم نتنياهو تلك الصيغة التي يعلم مسبقاً عدم القبول بها، إلا إذا كانت إسرائيل تنوي توسيع دائرة حربها على لبنان متخذة عدم الموافقة على شروطها ذريعة لذلك الأمر ومحاولة منها لرمي الكرة في الملعب اللبناني مستغلة الدعم الأمريكي غير المحدود، وأخيراً التهرب من الضغوط الدولية لوقف الحرب على لبنان. خلال زيارته إلى لبنان التقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال أبو الغيط إنه أكد في لقاءاته على الموقف العربي الواضح في تأييده للبنان ولسيادة لبنان على أرضه وأجوائه ومياهه والوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان الإسرائيلي وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. كما أضاف أبو الغيط أنه شدد خلال لقاءاته على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء حالة الشغور الرئاسي حتى تستعيد الدولة أحد أعمدتها الرئيسية والقدرة على الاطلاع بمهامها. أولويات محددة تتبناها الجامعة العربية، في مقدمتها أهمية وضرورة التوصل الفوري لوقف إطلاق نار مستقر ومقبول ودون مدد زمنية مثلما يطرح هنا وهناك. أيضا أكدت أنه بالإضافة إلى وقف إطلاق النار فإن الأمر يتطلب وفورا العمل وبأسرع وقت ممكن على انتخاب رئيس للبلاد، لأنه انتخاب رئيس توافقي معروف بوطنيته وخبرته سوف يؤدي أيضا بالتأكيد إلى استعادة الدولة اللبنانية لهيبتها، وبالتالي يعود لبنان لممارسة دوره العربي والإقليمي بوضوح. وفي تصريحات للقاهرة الإخبارية أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استمرار الدعم المقدم للبنان خاصة في هذا الظرف الدقيق. كما شدد أبو الغيط على أن الجامعة العربية تدعم وحدة لبنان على كافة الأصعدة خاصة المسار السياسي. لدعم الوضع في بلاد حتى على المستوى السياسي أولا ووحدة. لا، هو جهد مستمر لم يتوقف. شكرا جزيلا. والآن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية.
الله أكبر. إحنا بطل في أمل، إيه اسمنا؟ كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن قيام وزارة الخارجية الأمريكية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوى 100 التابعة لجيش الاحتلال بحق المعتقلين من قطاع غزة في معسكر سيدي تيمان. وتحقق الخارجية الأمريكية في تهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني. قال مسؤولون إسرائيليون لأكسيوس إن السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة سلمت تل أبيب قائمة أسئلة بشأن انتهاكات لجيش الاحتلال. أضاف الموقع أنه إذا قررت وزارة الخارجية الأمريكية أن القوة 100 ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، فمن الممكن أن يتم إدراجها في القائمة السوداء بموجب قانون ليهي، ويتم منعها من تلقي أي مساعدة أو تدريب عسكري أمريكي. انتهاكات وتعذيب حتى الموت، هذه هي الشهادات التي جاءت على لسان معتقلين من قطاع غزة نجوا من قبضة الاحتلال وأصبح ما شاهدوه جرحا غائرا. حسب المؤسسات الحقوقية الدولية يقدر عدد الأسرى في سجون الاحتلال بالألاف الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل. منذ عام والأسرى الفلسطينيون من قطاع غزة وبينهم أطفال ونساء يقدر عددهم بالألاف حسب المؤسسات الحقوقية الدولية يعانون الويلات بمختلف أنواعها. ولطالما نشر نادي الأسير الفلسطيني شهادات المعتقلين من غزة على يد قوات الاحتلال، والتي تعكس مستوى غير مسبوق من الوحشية التي يتعرضون لها جراء عمليات التعذيب والتنكيل وظروف الاحتجاز المذلة. ولم يخفي الاحتلال أو حتى يحاول إخفاء جرائمه، فلن ينسى العالم مشهداً سجلته الذاكرة الإنسانية في ديسمبر الماضي للأسرى الفلسطينيين الجاثين على الأرض بعد أن جردتهم القوات من أغلب ملابسهم والتقطت لهم صوراً ومقاطع فيديو في جبلية والشجاعية، فيما وثقت مشاهد أخرى أسرى فلسطينيين من غزة بعد تحررهم ووصولهم وهم في حالة مزرية إلى رفح الفلسطينية لتلقي العلاج. بموازاة حرب الإبادة على غزة، يشن الاحتلال حرباً أخرى على المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ومنذ 7 أكتوبر، والاحتلال يزج بالفلسطينيين في السجون ضمن سياساته الانتقامية، بينهم كبار في السن وأسرى سابقون تم الإفراج عنهم بصفقة التبادل في نوفمبر الماضي، هذا فضلاً عن أسرى آخرين معتقلين إدارياً دون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم. وفضلاً عن الإصابات الجسدية، فإن عمليات الاعتقال والاحتجاز التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023 أسفرت عن آثار نفسية عميقة تصل إلى حد التدمير، بل إن عدداً منهم استشهد في سجون الاحتلال فيما اختفى آخرون قسراً. وفي مقاطع الفيديو التي تسربت من سجن سيدي تيمان الإسرائيلي في بئر السبع المحتلة شواهد لا تقبل الشك على وحشية الاحتلال وانعدام إنسانيته التي كانت ولا تزال منهجاً في العدوان على غزة وعلى الفلسطينيين.
ولا تزال أوضاع هؤلاء الأسرى من أبناء غزة والضفة الغربية تتفاقم، لا سيما مع تسلم وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن كفير هذا الملف وفرضه إجراءات غير مسبوقة وقاسية على الأسرى الفلسطينيين، وصولاً إلى دعوته الشاذة لقتلهم برصاص في الرأس بدلاً من تحمل نفقات إطعامهم. في قطاع غزة حيث لا يفرق الاحتلال بين صغير وكبير، تحمل طفلة لا يتعدى عمرها سنوات أختها المصابة على ظهرها باحثة عن مأوى آمن لهن. طفلة تحمل حملا يفوق طاقة الأطفال، إلا في قطاع غزة فلا صغار ولا كبار، والكل في المأساة سواء، الجميع من جراء العدوان مصاب. حافية القدمين تحمل أختها الجريحة على ظهرها، طفلة فلسطينية لا تقوى الأم المريضة على حمل ابنتها، فقامت هي بدور الأم والأخت معا. كيف حالك؟ ليش حمل أخوك؟ انت عصبني. طيب وين مودياها؟ بتروح عارشتي. وانت مش تعبانة وانت حملها هيك؟ تعبانة ولا لا؟ تعبانة ولسه بحملها ومش قادرة. وين رايحة انت هالجيت؟ انا رايحة في المنتزه البريج؟ اه. طب تعال اخذك معايا. الفتاة الصغيرة تحملت ما لا يطيقه الكبار، فهذه غزة الآن، ضيق في الحال وصعوبة بالأوضاع ولا وسائل للانتقال بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي جاوز العام على القطاع. دور ليس بدورها وحمل فوق طاقتها يضاف إلى ما تحملته من مخاوف وأعباء، خوف وألم وقلة في الطعام والشراب. ترى هل هن الباقيات من أفراد عائلتهن، صغيرتان وأم مريضة، أم ترى هل تبحث عن مشفى لها يداوي أختها الجريحة، أم عن مكان آمن تلجأ إليه حيث لا أمان في غزة؟ عام مر وأكثر على حرب الإبادة في قطاع غزة، حيث الموت والتهجير والقصف والنزوح والتدمير. عام مر ولا يزال أطفال غزة يعيشون أوضاعا غير آدمية ولا إنسانية تحت ظروف قاسية، ويحملون ما تنوء بحمله الجبال الرواسي، حملا يتجاوز طاقة الأطفال إلا في قطاع غزة. فلا صغار هنا ولا كبار، فالكل في المأساة سواء، والجميع من جراء العدوان مصاب. لا مشافي تضمد جراحه ولا منازل آمنة تؤويهم، مصير مجهول وخوف لازم الوجوه، ونظرات حائرة تسأل عن نهاية لتلك المأساة. صغيرة لم تكمل عدة سنوات من عمرها، فبدلا من أن تلهو مع أختها الصغيرة تحملها مصابة. يتوجه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط لبحث إنهاء الحرب على قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيناقش خطط ما بعد الحرب في قطاع غزة وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مناقشة التوصل إلى حل دبلوماسي لوقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل. أعلنت وزارة الدفاع السورية استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف سيارة في حي المزة بالعاصمة دمشق. وأشار مراسلنا إلى أن الأنباء الأولية تفيد بأنه تم استهداف السيارة بصاروخين أمام أحد الفنادق بالحي. وأفاد كذلك مراسلنا بأن السيارة يبدو أنها تابعة لأحد عناصر حزب الله اللبناني. من جانبه أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال مسؤول مالي بحزب الله في العاصمة السورية. كشف البيت الأبيض عن أن وزارة الدفاع تحقق في تسريب وثائق تتعلق بإسرائيل وإيران. أشار إلى أنه ليس لدى واشنطن أي علم عن كيفية حدوث هذه التسريبات. قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن ما زالت تشعر بقلق عميق إزاء عمليات اختراق لمعلومات سرية،
مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى تعرض مستندات إضافية للخطر. ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك رامي. طبيعة هذه الوثائق والتحقيق الذي يجري حول ملابسات كشف هذه الوثائق. مرحبا. بالفعل البيت الأبيض يبدو أن هناك حالة من القلق بسبب تسريب هذه الوثائق، ويبدو من أحاديث المسؤولين في الإدارة الأمريكية أن هذه الوثائق صحيحة، حيث إنه عندما سربت هذه الوثائق في للمرة الأولى على تطبيق تليجرام والتي تتحدث عن استعدادات إسرائيلية أو تكشف جانبا من الاستعدادات الإسرائيلية للرد على إيران، كان هناك تشكيك من بعض المحللين من أن هذه الوثائق ربما تكون غير صحيحة. وأيضا كان هناك حديث داخل الإدارة الأمريكية بأنه يجري التأكد من صحة الوثائق. يبدو أنه جرى بالفعل التأكد من صحة الوثائق واتضح أنها صحيحة، واتضح أنها تسربت من مصادر استخباراتية ودفاعية أمريكية. البيت الأبيض أعلن أنه ليس لديهم علم حتى الآن عن الطريقة التي سربت بها هذه الوثائق، وهل كانت تسريبا شخصيا، أي أن هناك شخصا ما داخل المؤسسة العسكرية أو داخل المؤسسة الاستخباراتية قام بتسريب هذه الوثائق، أم أنه هجوم إلكتروني أو قرصنة إلكترونية على أحد الأفراد يعني شديدي السرية أو الذين يتمتعون بسرية عالية ووصول عالي داخل هذه المؤسسات، وقاموا بالحصول على هذه الوثائق أو قام القراصنة الإلكترونيون بالحصول على هذه الوثائق. لا علم في الحقيقة لدى البيت الأبيض عن الطريقة يعني الحقيقية التي تم بها تسريب هذه الوثائق، ولذلك يجري التحقيق الآن بهذا الشأن سواء داخل البنتاغون أو في الأوساط الاستخباراتية الأمريكية. الموضوع أحيط به الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأعلن البيت الأبيض أن بايدن قلق جدا بهذا الخصوص. وهناك أيضا تصريحان مهمان أدلى بهما جون كيربي مسؤول الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وهما أنه ليس هناك حتى الآن أي مؤشرات على تسرب وثائق أخرى. يعني في جرة العادة، لأنه عندما تظهر بعض الوثائق السرية المسربة فإنه يلحقها بعدها ربما بأيام وثائق جديدة، ولكن بحسب كيربي ليس هناك ما يشير إلى أن هناك وثائق أخرى ربما تتسرب. أيضا قال إنه تم التواصل مع إسرائيل بشأن تسرب وثائق استخباراتية أمريكية، وأعتقد أن هذه أيضا نقطة مهمة، لأن إسرائيل يعني تشعر بغضب مكتوم لأن هذه الوثائق تدل على أن الولايات المتحدة كانت تتجسس عليها من خلال الأقمار الصناعية وتتجسس على مواقعها العسكرية. هل هذا فقط هو ما يتحدث أو ما تتحدث عنه هذه التسريبات، أم أن ربما انطلقت لتعامل إسرائيل في ردها على إيران؟ الوثائق لا تشرح أو لا تفصل لا توقيت الرد ولا كيفية الرد. الوثائق فقط هي ترصد استعدادات في إحدى القواعد الجوية الإسرائيلية. ما قيل لمن سربوا يعني أو القناة التي سربت هذه الوثائق قالت إنها استعدادات إسرائيلية في إحدى القواعد الجوية للرد على إيران، ولكن لم تتطرق الوثائق إلى لا طبيعة الرد ولا توقيت الرد. هي فقط ترصد يعني ربما هناك بعض الصور، ربما هناك بعض الأشياء أو المعلومات تتحدث عن قواعد جوية إسرائيلية تستعد للرد على إيران. هذا ما يثير غضب إسرائيل، ولكنها لم تعلن عن ذلك بعد.
ليس في هذا التوقيت على الأقل. أشكرك شكرا جزيلا رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أعلن مكتب الادعاء العام في إسرائيل ضبط 7 إسرائيليين يهود من أصل أذربيجاني للاشتباه بتورطهم في شبكة تجسس لصالح إيران وتزويد هذه الشبكة بمعلومات استخباراتية عن منشأة عسكرية ومسؤولين بارزين على مدار عامين. أفادت صحيفة هآرتس بأن المتهمين 7 يقيمون في حيفا وشمال إسرائيل وقد نفذوا ما يقرب من 600 أو 700 مهمة لجمع معلومات استخباراتية، وهذا تم تحت إشراف المخابرات الإيرانية. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ دعم القاهرة لوحدة الدولة اليمنية واستقلاليتها وسلامة أراضيها. وخلال لقائه مع المبعوث الأممي في القاهرة شدد وزير الخارجية المصري على أولوية ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية وارتباط ذلك مباشرة بالأمن القومي المصري. وعرب عبد العاطي عن تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التواصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأكد أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني. يدخل كل من المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية نائبة الرئيس الحالي الديمقراطية كاميلا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب معركة قوية لاستقطاب أصوات الناخبين المترددين في الولايات المتأرجحة. وتعمل حملة المرشحين على تحليل بيانات ضخمة في محاولة لفهم عقول هؤلاء الناخبين المتغلبين بين هذا وذاك. معركة قوية تشتعل خلف الكواليس بين المنافسين الرئيسيين على الرئاسة الأمريكية نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب. لم تعد المنافسة تقتصر على الخطابات الجماهيرية أو الحملات الكبرى أو حتى الاتهامات المتبادلة، بل تحولت إلى سباق محموم للوصول إلى الناخبين المترددين القلائل الذين قد يقررون مصير الانتخابات في الولايات المتأرجحة. داخل أروقة الحملات الانتخابية يغوص المحللون في بيانات ضخمة في محاولة لفهم عقول هؤلاء الناخبين المتقلبين. تؤمن حملة هاريس وترامب أن هؤلاء الناخبين ينتمون في الغالب إلى فئات الشباب الأمريكيين من أصول إفريقية ولاتينية، مع تركيز حملة هاريس على النساء المتعلمات في الجامعات. حملة هاريس استغرقت كثيرا من تحليل سلوك الناخبين في الولايات المتأرجحة، إذ صممت الحملة نموذجا يسجل درجة صعوبة الوصول إلى الناخبين ويساعد في توجيه جدولها الإعلامي وزيارتها الانتخابية. لم تتردد الحملة في الاستعانة بنجوم مثل جوليا روبرتس وماجيك جونسون لدعم موقفها بين الشرائح المستهدفة. هاريس تعتمد على خطاب اقتصادي جذاب مستهدفة سياسات تهدف إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار وخاصة في مجالات الإسكان والمواد الغذائية، وهي قضايا تشغل بال الناخبين المترددين. وفي الوقت نفسه تحاول جذب النساء البيض المتعلمات في الجامعات اللواتي قد يشعرن بالنفور من ترامب خاصة بسبب سياساته المتعلقة بالإجهاض. على الجانب الآخر يستهدف ترامب الناخبين من الشباب وذوي الدخل المنخفض مراهنا على قضايا الهجرة والتضخم التي تتصدر اهتمامات هذه الفئة. تركز حملته بشكل كبير على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست للوصول إلى هؤلاء الناخبين، وخاصة أولئك الذين يشعرون بالإحباط من سياسات الديمقراطيين. في نهاية المطاف يتوقف مسير الانتخابات على نجاح كلا المرشحين في كسب أصوات المترددين، وبينما يعتمد ترامب على جاذبيته بين الشباب والمتضررين اقتصاديا، تسعى هاريس إلى كسب النساء المترددات معتمدة على استراتيجيات اقتصادية وسياسية تعكس توجهها المعتدل.
وإلى أخبار الاقتصاد، حيث توقع جولدمان ساكس انخفاض سعر الفائدة في بريطانيا إلى 2.75% بحلول نوفمبر من العام المقبل. ورجح بنك الاستثمار الأمريكي أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بقوة متجاوزا توقعات الأسواق المالية بانخفاض الفائدة إلى 3.5%. واصلت أسعار المنتجين في ألمانيا الانخفاض للشهر 15 على التوالي في سبتمبر، تزامنا مع تراجع أسعار الطاقة في أكبر اقتصادات القارة العجوز. تراجع مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر، مقارنة بتوقعات الانخفاض بنسبة 1% فقط. فيما استبعد محللو بنك جولدمان ساكس أن تحافظ الأسهم الأمريكية على الأداء المتميز الذي تمتعت به على مدار السنوات العشر الماضية، وأرجح المحللون بوكالة بلومبرج السبب في ذلك إلى توجه المستثمرين نحو أصول أخرى بما في ذلك السندات، سعيا وراء تحقيق عوائد أعلى. خفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض بمقدار 25 نقطة أساسية ليصل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام إلى 3.1%. أعلن بنك الشعب الصيني تخفيض سعر الفائدة للقروض لمدة 5 سنوات إلى 3.6%، ويؤثر سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد على القروض التجارية وعلى معظم قروض الأسر في الصين، بينما يعد سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات مرجعاً لأسعار الفائدة على الرهون العقارية. ارتفعت البيتكوين إلى 69,480 دولاراً، وهو أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر، وذلك مع تفاؤل المستثمرين بشأن القيود التنظيمية في الولايات المتحدة، كما تلقت العملة دعماً من ارتفاع احتمالات فوز دونالد ترامب الذي ينظر إليه كداعم للعملات المشفرة في الانتخابات الأمريكية المقبلة. ومنحت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية موافقة ل11 صندوقاً متداولاً في البورصة لإدراج وتداول عقود الخيارات المرتبطة بأسعار البيتكوين الفورية في نيويورك. إذن الرياضة هي ختام هذه النشرة الإخبارية، وفي الختام دائما أبرز العناوين. جيش الاحتلال يعلن قصف 300 هدف في لبنان خلال 24 ساعة، وحزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية بالجولان المحتل. البيت الأبيض يؤكد أن زيارة هوكستين للمنطقة تدفع باتجاه حل دبلوماسي ما بين إسرائيل ولبنان. والولايات المتحدة تحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها وحدة إسرائيلية ضد معتقلي غزة. شكرا جزيلا على المتابعة. شكرا ريهام، وإلى اللقاء.